المتعرف العبد الشكور هو المجتهد في العبادة. ولذلك أن التوكل على الله زاده ماذا؟ بنزينه وقوده ما هو؟ العبادة. وأعظم العبادات ما هي؟ الصلاة والصوم، هي لحمك ودمك. فانظر إلى نفسك في هذين الموضعين وفي هاتين العبادتين، والشاكر تعرفه بكثرة صيامه وكثرة صلاته. يا رسول الله أسألك، قال له اسأل أي شيء. قال يا رسول الله لا أسألك إلا سؤال واحد، مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن كثرة السجود شكر لله سبحانه وتعالى. سؤال بينك وبين نفسك الآن، خلك صادق بينك وبين نفسك، هل أنت عبد شكور؟ هل أنت عبد شكور؟ العبد الشكور كثير السجود، العبد الشكور كثير القيام، العبد الشكور كثير الصيام. إذا رأيت أنك لا تستطيع أن تصوم لا من مرض، فاتهم نفسك أن عندك مشكلة، ذنوبك منعتك. أحد السلف قال: إن فتحت عيني في الليل ورجعت أغمضها لأنام لا أنام الله عيني. يعني إذا قمت من الليل أيقظك ربك في جوف الليل فرجعت تنام مرة ثانية، اعرف أنك لست عبدا شكورا، ولذلك دينك لم ينقضي، ومرضك لم يذهب، ومشكلتك لم تحل، وأولادك ما زالوا متعبينك، وزوجتك عاصية لك، وزوجك بعيد عنك، وأنت في كرب في كرب في كرب. ليه؟ شكرك في مشكلة. بينما لو أنك تكثر من الشكر بالعبادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، يا الله، من حيث لا يحتسب سبحانه وتعالى. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بس والأرض، بركات، أن يفتح الله عليك بركات، هذا من شكر الله للعبد، أن يفتح الله جل وعلا عليك بركات من عنده، يبارك لك. القليل يكفي عن الكثير، والكثير في عين القليل. الدنيا لو تساوي عندك جناح بعوضة، الدنيا تصبح في يدك وليست في قلبك. هذا العبد الشكور لله سبحانه وتعالى، مجتهد. أسمو